هاخد من كلامك كابتن وكابتن محمد، كابتن شريف اتكلم على الجماهير وقد ايه كانت الجماهير ليها دور الحقيقه دور كبير، وحضرتك اكيد حسيت الدور دوت، خاصه حاله يمكن التخبط شويه او الخوف شويه على لاعيب الترجي من عظمه وجمال جماهير النادي الاهلي في الاستاد. شفت الجزئيه دي ازاي؟ وشفت هذه البطوله، البطوله رقم 12 للنادي الاهلي وفوزه بالنجمه ال 12 ازاي؟ هي حلاوة البطولة دي كمان ان النهائي على ارضك. فترة كبيرة النهائيات ما كانتش على ارضنا، كنا بناخد البطولة من بره مصر. فانت المرة دي، وطبعا الجمهور كان بيروح لك هناك بس طبعا مش بالكم اللي موجود هنا في مصر يعني. البطولة دي في وسط استاد القاهرة، في وسط جمهور النادي الاهلي كله. الاستاد انا ما كنتش فاكر لونه ايه الاساسي. الاساسي كان لون الورده الحمراء من كتر الاحمر اللي مغطي على الاستاد، الاستاد كله احمر. بطوله كبيره، انت كل ما بتحقق ارقام قياسيه بتبقى عايز تحقق. يعني احنا دلوقتي بنقول ايه، ال 12 دي غاليه علينا جدا جدا. هتيجي يا شريف قبل 13 هتقول ايه؟ دوري. 13 بقى لو جت لا 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 يعني هتبقى قيمه وهتبقى جت. هيقول لك الشوط وبعدين الدوري الصور. وبعدين لما نروح نصفي هناك وتصفيات احنا حطينا نفسنا في الموقف ده مع الجمهور، ان الجمهور دلوقتي لا يتنازل عن اي مسابقه انت بتخش فيها، عايز المركز الاول، عايز البطوله. طبيعه جماهير النادي الاهلي كده الحقيقه يعني. بطوله افريقيا كمان، بطوله الابطال اللي هي اكبر بطوله في القاره يعني، لها طعم خاص لان هي المؤهله لكاس عالم الانديه. دي بتضيف لها قوه وقدر وفلوس وحاجات كثيره جدا جدا يعني. فكانت بطوله غاليه. البطوله دي زي ما الشريف قال، احنا البطولات اللي قبل كده في تعثرات شويه في دوري المجموعات، وبعد كده ربنا بيسهل، المستوى بيزيد شويه بشويه. البطوله دي انت لعبت البطوله كلها بدون هزيمه، وكنت في دوري المجموعات ماشي كويس قوي في الادوار اللي بعدها، وقابلت كمان فرق على مستوى عالي، مستوى كبير. ودايما النهائي ما بيبقى نهائي مع طرف من شمال افريقيا بيبقى له طعم خاص. ده حقيقي. الديربي الكلاسيكي بتاع زمان، من زمان قبل ما سان داونز يطلع وقبل ما مازيمبي يطلع، كان اساسا منحصر ما بين الانديه المصريه والانديه التونسيه او الجزائريه او المغربيه. فمن هنا كان البطوله روح كبيره. الزمالك قبلها بكام يوم واخد كونفدراليه في وسط جمهوره طبعا الكبير. النادي الاهلي في وسط جماهيره العظيمة والكبيرة بيحقق كمان يعني نصر كبير وبيحقق بطولة غالية. ده الحاجة دي بتبقى حاجة كويسة طبعا للكرة المصرية، وواجهة الكرة المصرية، وبتضمن ان السوبر مصري.